حضراتكم دلوقتي زي ما انتم شايفين معانا بالدرون كاميرا مركز مدينة أويسنا بمحافظة المنوفية ومشهد أفقي علوي زي ما بيقولوا كده من محافظة المنوفية وتحديدا من مدينة أويسنا أشهر مدن محافظة المنوفية. ده المدخل الرئيسي أو المدخل لمدينة أويسنا. مش فاهماهم الحقيقه، يعني اول ما طلعنا على اسيوط يبقى انا اللي اتكلم. يا جماعه بصوا الجمال والسحر، مش هتكلم عشان دايما بتقولوا ان انت منحازه. بصوا الجمال والسحر وبصوا لون النيل اتساعه وبصوا المنظر يا محمد. انا منحاز معاك، يعني انا فعلا منظر جميل جدا، واي حد بيشوفه دلوقتي النيل جماله في الصعيد، وكل ما ننزل تحت كل ما نتجه كده جنوبا زي ما بيقولوا النيل بيتسع اكتر، بيبقى شكله حلو جدا. ده من اسيوط دلوقتي، شوفوا جمال وروعه الخضره من ساحل سليم على الأزرق. من ساحل سليم. يعني هي مش ساحل بمعنى الشاطئ، يعني هي المدينه اسمها كده، او المركز اسمه مركز ساحل سليم. وده طبعا نسبه لقبيله بني سليم، وهي من اقدم القبائل هنا. في قبائل عربيه كتير في الصعيد على فكره، مش بس في اسيوط. زي ما احنا شايفين دلوقتي الازرق والاخضر حاجه جميله ورائعه، عناق الازرق والاخضر صوره كده حلوه تشرح القلب وتفتح النفس. بص لون النيل والنقاء والاتساع، ياه. تخيل انت بتصحى الصبح بقى تشوف المنظر ده، يعني خلاص يومك يبقى لطيف وحلو وجميل والدنيا كده هاديه. وكمان لما ننزل تحت اكتر في اسوان، انا مش قادر انسى منظر اسوان. منظر اسوان يعني فعلا، يعني النيل ما بيغنيش الا في اسوان، حاجه كده جميله ورائعه. احنا بنوعد حضراتكم ان شاء الله يا رب، ان شاء الله لازم نطلع مره من اسوان على الهواء مباشره كده كلنا. هي دي مصر الحلوه، مصر الجميله اللي احنا كل شويه بنحاول بالكاميرا ان احنا نشوف مشاهد منها ونوري حضراتكم مصر الجميله الحلوه اللي ممكن ناس كتير مننا ما شافوش المناظر الحلوه دي او ما يعرفوش عنها اكتر. كنا معاكم من أويسنا، وكنا معاكم دلوقتي من ساحل سليم بمحافظه اسيوط. نروح لفاصل.